بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في داركم يعني ان شاء الله. وكلمة الان للسيدة الفاضلة رئيسة جمعية اسكان متوسطي الدخل واسكان الشباب الموجودة في القمر، السيدة الفاضلة رانيا اللوحي. عملائي الاعزاء، او بمعنى اصح جيراني الاعزاء، نحن في زمن لو حضراتكم تلاحظوا وشوفوا هي استخدمت جملة بتقول ايه، بتقول جيراني. جيراني ليه؟ لان احنا مش بننصب عليكو، احنا زينا زيكو، هنبقى ساكنين جنبيكو فوق في القمر، فبنحييها على كلمة جيراني والسلام عليكم. يا جماعة انا ما حبيتش استولى على ارض القمر لوحدي، لا لا، هذا الشعب وأبناء هذا الشعب يستحقون ما هو أفضل. لو سمحت حضرتك، احنا مخطوبين بقالنا كتير قوي، وبعدين احنا دورناها على الكافيهات، انا دافع مقدمة كبيرة قوي في شقة في الشروق، فهل ينفع اسحبها واخد في القمر؟ بص حضرتك، انت ايه اللي يوديك الشروق؟ المسافة بعيدة جدا، احنا بنقرب لكم المسافة، هنطلعكم القمر بص قريب ازاي. وبعدين انت الشقة اللي انت واخدها في الشروق دي كام متر؟ 30 متر صافي. يا سلام، وفرحان قوي. 30 متر 30 متر ده يعني انت لو مقضيها في كافيهات اي ترابيزه اكبر من الشقه اللي انت واخدها يعني. رفقا بالشباب يا عادل، وانت حبيبي. ايه يا حبيبي دي؟ ها؟ هو يعني احنا بنقول نكسبهم لكن مش توصل لحبيبي فاضل تحضنيه. يا عادل، ده نوع من انواع الدعاية، حرام عليك يا عادل. ده نوع من انواع الخيانة. خلاص اوكيش، خش في الموضوع. يا جماعة، عزيزي العميل، عزيزتي العميلة، لما هتاخد على القمر اهو هتضرب عصفورين بحجر. اولا مسكن مناسب، ثانيا قعدة رومانسية، يعني بدل ما تاخد البت بتاعتك وتقعدوا في اي كافيه، ولا تقعدوا تتزنقوا في اي جنينه وحد يضايقكم، فانتوا قاعدين على القمر. بقول ايه يا ولد؟ ايوه يا عمده، انا عارف طلبك كويس، اكيد بتدور على مكان تعمل فيه دوار وزريبه وتجيب معاك البهايم. مظبوط، وجنب الدوار عاوز فدانين جمر عشان ازرعهم موالح. لا، الزراعه هناك على فكره في القمر هتبقى سهله جدا، لان الارض خصبه بشكل بايخ يعني. غير كده بقى، الري العادي اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الري بالتنقيط، هناك الري بالتسقيط، لان القمر زي ما احنا عارفين كلنا فوق جنب السحاب، مش كده؟ بيبقى جنب السحاب، بتاخد من السحاب بترش الارض، بيبقى خلاص يعني. انا عايز ابني فوق مول شيك قوي ومعاه سلسله سوبر ماركت كده، هسميها قمرور، ايه رايك؟ مش فوق الكثافه السكانيه جامده وفي بيع وشراء؟ يا جماعة، قوانين القمر بتمنع دخول أي مأكولات أو مشروبات. زي السيما بالظبط يا أخوانا. إحنا يا جماعة مش طالعين نوسخ القمر. وغير كده كمان، أي حد ممنوع يطلع القمر معاه أكل، يعني مثلا واحدة طالعة بحلة محشي، واحد طالع بسندوتشات، النظام بتاع جنينة الفسطاط ده مش موجود عندنا في القمر خالص، يعني أنت بالذات يا عمدة لو في دماغك إنك أنت تهرب مثلا زلعة مش، تهرب بلاص بتاع عسل أسود، مفيش الكلام ده، هيتقبض عليك، محدش يطلع أي أكل عايزين تجيبوه هتجيبوه فوق من السوبر ماركتات اللي هتبقى موجودة، زي ما قال الأستاذ السلسلة بتاعه السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده. يعني انت ضامن الناس فوق هيشتري كل الحاجه من عندنا؟ اذا كان كده يا سيدي، ده نعمل معاك عقد احتكار من دلوقتي. لو سمحت ممكن ادفع مقدمه وبعدين الباقي نقسطه؟ يا سلام، ده يوم المولد قسطي زي ما انت عايزه. اولا في اكتر من نظام تقسيط، وده طبعا بضمان ممتلكاتكو اللي في الشروق ال 30 متر. لو سمحت حضرتك، هو الاستلام امتى؟ بعد سنه ونص. بس انا يا جماعه بنبه من دلوقتي، الاستلام محاره وحلوه. على فكره احنا ممكن نشطب لكم لو عايزين نشطب لكم، بس ده في نظام تاني برضو بالتقسيط، التقسيط للتشطيب. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى سنه ونص؟ بقول لك يا حلو، عندي شقه في اكتوبر جاهزه على المفتاح على طول، بس انت قلب الزبون اللي معاك ده وتعالي. يا راس مالي يا متعفن. لا 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 لا، لو سمحتوا، انا مش عايز اي كلام في السياسه، عشان كده حتى فوق ان شاء الله مش هيبقى فيه اقسام شرطه ولا ايه؟ يعني في وظايف، صلبت المحامين، صلبت ضباط الشرطه، لاننا هنكون بنعيش في المدينه الفاضله مع بعض كلنا كاخوه واخوات. واخيرا مع بعضينا بننشد النشيد بتاع الشركه نفسها، اتدحرج واجري يا رمار، تعال على حجري، اتدحرج واجري.
معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه؟ ده انتوا حاجة مش معقولة أبدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الأداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس أهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية إرباع وانصاص كده أهو، دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني إن أنا أديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى اتقلي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها. بقى انا هديك توكيل خردوات في المجرة. مجرة؟ طب حضرتك يعني معلش، هو الطلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي يسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر وهبلغكم بيها. بص أنا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر إن الرحلة بتاعت القمر هتطلع بكرة إن شاء الله من موقف أحمد حلمي. الصاروخ هيطلع الساعة 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7-8 بإذن الله. تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتجوز وعايز شقة وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. هو قاعد اهو. في ايه؟ يا نصابين يا حراميه، وهمتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا ايمن دول نصابين؟ ما يا راجل تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كنا دفعنا الفلوس دي مقدم شقه في صحراء نفاده. انا هنتوخك يا ولد. ابتخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا روحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قاعده تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمول مثلا من اوتوستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبكم الا في السجن. ايوه مش هنسيبكم الا في الجلسه. ايوه خش علينا. مش هنسيبكم الا في الجلسه. مين فيكوا عادل ورانيا؟ هم مظلومين يا باشا. احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك. ابيعك طبعا، ما دام ما عرفناش نبيع القمر اي حاجه تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه. حاسب بس هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيلا وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبها تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس دي كنت ناوي اهج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل فيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت حضرتك شريكته في الجريمه بتدافع عنه ازاي؟